طيب نحن الآن داخل سلاح المدرعات. الساعة كم يا سيدي؟ الساعة 4:34. الساعة 4:34. نحن الآن داخل سلاح المدرعات في الجنزير. نشرب ونسوي في جبلتنا يا جماعة. الله أكبر. عند جبلتنا. الله أكبر. نحن الآن بنعمل في الجبل داخل الجنزير يا جماعة. معانا أخونا عبد السمير وعمنا ميزوب. الله اكبر. عمار ويزوب يا عم ويزوب. الله اكبر. وري الدعاوى يا هذا الشمال. الدعاوى يا هذا بقالوا استلمنا مزرعات كطابين. واحد منكم يقدر يخش البلد يوابي. احنا قاعدين بنسوي بيه بلدنا. اسي نسوي الجبل نضبط راسنا ده ونقوم عليه. وقوم قاعدين احنا. هنبقوا رجال يجينا. وعلس ده هنبقى راجل يجينا بيجي يبقى هو راجل ما يجري. اللي قاعدين ده هنا يا اخ صاحبي. دخلتوا المدرعات. انتوا دخلتوا المدرعات يا عم. ما عندنا مشكله في الكلام ده. خلاص ما عندنا مشكله. الله اكبر. لكن انتوا كرجال اشربوا جوانا جوا المدرعات دي. وين الكلام ده؟ اشربوا جوانا جوا المدرعات. ما تصوروا الناس يا مان. والله عندي المدرعات دي جبلتنا دفع عنا كمان. دام لي كمان. ادي عندنا جينا. عليك الله. وخذ لك صوره في الصاله هنا. وريهم المدرعات. وري الصوره. وري الصوره. الله اكبر. صوره في الصاله. الله اكبر. سجان بيعرف الصاله. وريه ولد الصاله. سجان. الصاخ المدرعات للجزيرة يا ابو تمرد. وتمرد على قاعدين احنا قاعدين في المدرعات وتطلع الجبل يا جنجا. الجبل